مساء الخير يا شباب، وكل عام وانتم بخير. ويا هلا وغلا بعد رجوع لعبة بيس 2018 الاصلية بعد غياب. الفيديو ده كان مطلب رئيسي في الكومنتات بعد ما نزلت فيديو شرح عن طريقة تحميل لعبة بيس 2017 الاصلية، وفيديو على قنوات تانية شرحت فيه طريقة تحميل لعبة بيس 2019 وطريقة تحميل لعبة بيس 2013 الأصلية، كل الألعاب اللي بنزلها أصلية بنسبة 100%. وهسيب لك رابط تحميل بيس 2017 ورابط تحميل بيس 2019 وباقي الألعاب في أول تعليق. في الفيديو ده هعرفك إزاي تحمل بيس 2018 بالتعليق العربي. اعمل لايك للفيديو ويلا بينا. اولا هنروح على الموقع ده علشان نحمل اللعبة، وهسيب لك لينك الموقع في اول تعليق مثبت اسفل الفيديو. هنروح للموقع، ننزل لتحت كمان، هنا هنلاقي متطلبات تشغيل بيس 2018 للكمبيوتر، واللعبة هتشتغل معاك على ويندوز 10، ويندوز 8، ويندوز 7، ويندوز 11، ايا كان الويندوز بتاعك هتشتغل عليه، وهتشتغل معاك بامكانيات متوسطة تماما، سواء كارت شاشة متوسط او رام 8 جيجا، ويفضل يكون رام 8 جيجا او اكتر علشان اللعبة ما تقطع معاك. وبعد كده هتنزل لتحت هتلاقي تحميل اللعبة ومكتوب فوق النسخة الأصلية من بيس 2018، هتضغط تحميل اللعبة للكمبيوتر، بعد كده هتستنى الشريط ده يكمل، وبعدين تحميل، وهتستنى ملف التحميل يظهر، بعد كده هتحدد مكان تنزل فيه اللعبة في أي بارتيشن بعيد عن السي، وخد بالك من الحتة دي كويس. وبعد كده هتضغط تحميل، ولما يخلص التحميل هننتقل للخطوة الثانية وهي فك الضغط عن اللعبة. هتروح تفك الضغط وبعد كده تستنى عملية فك الضغط تنتهي، وبعد ما تنتهي ويخرج ملف بيس 2018 هتروح تسطب وتبدأ عملية التسطيب بالترتيب زي ما أنا هعمل، وهتضغط هنا على المربع ده وتعلم صح علشان التسطيب يكون أسرع معاك، وتسطب بعيد عن السي، تسطب بعيد عن السي، وتختار تسطب اللعبة في أي بارتيشن بعيد عن السي. تذكر الكلمة دي جيدا علشان هتفرق معاك في التسطيب وهتفرق معاك في تشغيل اللعبة. وبعد كده نيكست وتستنى عملية التسطيب تخلص، وغالبا هتاخد وقت معاك، فيفضل تسيب اللعبة بتسطب براحتها، وكله بيعتمد على سرعة جهاز الكمبيوتر عندك. بعد انتهاء عملية التسطيب اللعبة هتضغط فينش، بعدين هتستنى كل ده يعلم صح وتعمل اغلاق. عملية التسطيب سهلة جدا بس لازم تركز فيها، هتظهر معاك علامات الصح دي، هتستنى لحد ما النسبة دي تكمل ل 77، بعد كده هيظهر برنامج الدايركت اكس وتضغط نيكست وبعدين فينش، هيظهر معاك البرنامج ده هتعلم في المربع وتضغط انستول وبعدين كنسل، وهيظهر معاك البرنامج ده، واول ما يخلص هنروح على لعبة بيس 2018 ونشغل اللعبة. طبعا هديلك الخطأ ده، فالحل في ملفات السيتنج ده، وهسيب لك الملف ده في قناة التليجرام في الرابط اسفل الفيديو في اول تعليق مثبت، هتلاقي لينك قناة التليجرام تحت اللينك اللي هتحمل من خلاله اللعبة، وتحمل الملف ده وتفك الضغط وتاخد الملفات دي كوبي، وهتعمل بيست في اللعبة واستبدال، وهتمسح الملف ده، لازم تمسح ملف ال WINMDLL، وبعد كده تضيف الملفات التانية وتستبدل. بعد كده هنروح نعمل اعدادات التحكم الخاصة بدراعات البلايستيشن اللي هنلعب بيها. طبعا هتلاقي العملية عندك في المهلبية، والازرار كل زرار مكان التاني، فاحنا هنعدل ده لانها مشكله بتواجه ناس كتير جدا، وهي ان زرار الباص بيرفع وزرار الشوت بيباصي وهكذا، فاحنا هنروح بالماوس ونبدا نضغط على زرار الباص وندوس باص، وبعدين زرار العرضيات وندوس، وزرار السلو وندوس، وزرار الشوت ونشوت، ونعرف زرار السرعات كمان، وما تنساش تظبط اعدادات شاشه اللعبه على حسب حجم الشاشه عندك في الكمبيوتر او اللابتوب،
وندوس اوكي ونروح نفتح اللعبه سواء من داخلها او من على الديسكتوب. وقبل ما نفتح اللعبه هنعمل الخطوه دي علشان بيس 2018 تشتغل معانا بدون ما نحتاج اذن بالدخول عليها كل مره. ونضغط اوكي ونفتح اللعبه ونستنى اللعبه تفتح. ومبروك عليك لعبه بيس 2018 الاصليه بحجم صغير بالجرافيك الخرافي الاصلي بالشكل الممتاز وكل حاجه جميله موجوده كل المزايا نفس بيس 2018 على البلاي ستيشن بالظبط مفيش اي تغيير نهائي. هنروح للخطوه اللي بعد كده بس الاول صل على النبي واضغط لايك وهي اننا نشوف ونتاكد من وجود كل الفرق. الدوري الانجليزي كله تمام كل الفرق بعد كده الدوري الفرنسي والاسباني كل الفرق ونختار ريال مدريد وبرشلونه ونشوف خطه اللعب واللعيبه كلها هنا موجوده بشكل طبيعي وريال مدريد وبرشلونه تشكيلتهم كامله متكامله. وبعد كده هنعمل اعدادات ما قبل المباراه في بيس 2018 ونروح علشان نفعل التعليق العربي الخاص في بيس 2018 ونروح على اعدادات اللعبه وننزل عند لغه اللعبه ونختار التعليق العربي ونخرج وكل حاجه هيتم حفظها. بعدين نروح نبدا مباراه علشان نشوف ونتاكد ان التعليق العربي شغال. مبروك عليك لعبه بيس 2018 الاصليه بالتعليق العربي جرافيك خرافي شكل لعيبة أرضية ملاعب ممتازة حقيقي. بيس 2018 من أفضل الألعاب اللي عملتها بيس وفيها تفاصيل ممتعة أقرب إلى الحقيقة. باقي خطوة واحدة بس هتعملها تحسبا لو اللعبة ما اشتغلتش معاك وحصل فيها أي مشاكل. مش عايزك تقلق أنا سايب لك رابط قناة التليجرام فيه ملفات لحل جميع مشاكل الألعاب والبرامج على الكمبيوتر. هتروح تحملها وموجود ملفات دي ام تسطبها بنفس طريقة الشرح وتابع الشرح لحل مشكلة تشغيل لعبة بيس 2018 إذا حدثت. ما تنساش بقى تعمل لايك للفيديو وتروح على الفيديو وتكتب لي في الكومنتات حابب شرح عن أنهي لعبة في الفيديو القادم. إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.